يا صباح الورد والفل والياسمين والخير الكتير على كل اصحابنا وحبايبنا اللي شايفيننا وسامعيننا دلوقتي في كل مكان. النهارده احنا حلقتنا من مكان رائع، كان جميل جدا جدا جدا. اول لما هتدخلوا هتحس بالفخر والسعاده انك في مكان زي ده، لان احنا النهارده في مكان بيوثق اهم حدث حصل في تاريخ مصر الحديث كله، وهو انتصار اكتوبر. النهارده في بانوراما حرب اكتوبر، وانا سعيده جدا جدا ان احنا هنا النهارده. صباح الفل يا منتوخي. صباح الخير يا ماما سلمى. انا مبسوطه قوي. وانا كمان انا متشوق جدا لفسحه النهارده، ومبسوط قوي ان عندنا بانوراما لحرب اكتوبر عشان نتعلم ونتفرج على كل حاجه حصلت في الحرب العظيمه دي. والله ايوه يا بنت، احنا كلنا هنتبسط النهارده يا ولاد على فكره، بس خلينا الاول نتعرف بقى على اصحابنا. نتعرف ونشوف بقى هنتبسط النهارده ليه، هنشوف ايه وهنعمل ايه. تمام، يلا نبدا من الاول. اسمك ايه؟ عبد الرحمن. قول لي بقى عندك كام سنه يا عبد الرحمن؟ 11. طيب بتحب ايه بقى يا عبد الرحمن؟ احكي لي انت بتحب ايه، تحب تعمل ايه مثلا؟ العب سباحه. حلو قوي. بتعرف تعوم كويس؟ لا. تتدرب سباحه يعني؟ طيب وبتحب تعمل ايه؟ عندك هوايات مثلا؟ اصل انت قلت لي حاجه حلوه قوي وعجبتني، ان انت بتجيب خشب معين عشان تعمل بيه طيارات الورق، مش كده؟ هو الخشب ده بيبقى المفروض يعني عامل ازاي لو صحابنا عايزين يعملوا زيك؟ هي بتبقى زي عصايه مدوره كده، بتبقى اسمها غير بس طويله. وانت بتقول انها لازم تكون تقيله ولا خفيفه؟ ناشفه بس خفيفه. خفيفه وناشفه. برافو عليك. طب انت بدات تعمل الموضوع ده من امتى يعني على نفسك؟ من السنه. بس واضح انك حابب تعمل طيارات ورق. انت عارف انا بحب جدا الطيارات الورق. هو انت اصلا عايز تطلع ايه لما تكبر؟ طيار. عشان كده بتعمل طيارات؟ جميل قوي، برافو عليك. طيب نروح. صباح الفل. صباح النور. اسمك ايه؟ اسمي حور. الله، اسمك حلو قوي يا حور. عندك كام سنه؟ عندي 12 سنه. 12 سنه. احكي لي بقى يا حور، انت بتحبي تعملي ايه؟ بحب ان انا اكتب حاجات. تكتبي حاجات زي ايه؟ قصص يعني؟ بتكتبي قصص؟ ايه شطاره دي. ها وبتعملي ايه كمان؟ بعمل حلقات. يعني ايه حلقات؟ مثلا حلقات برنامج في رمضان اسمه فزوره في معلومه. انت عملتي برنامج؟ انت مذيعه سميره؟ عايز تلاقي مذيعه لما تكبري ولا ايه؟ اوكي. وانا عرفت كمان انت مراسله لمجله اطفال، صح؟ صح. طب مراسله مجله اطفال يعني بتعملي ايه بقى؟ بعمل ورش زي ورشه حكي او ورشه اكسسوارات، ورشه تلوين. يعني انت اللي بتعلمي الاطفال يعني فيها، ولا انتوا كلكم بتبقوا مع بعض، ولا حد بيجي يعلمكم؟ انا اللي بعلم، ببقى انا مدربه. انت المدربه؟ انت بتعملي والله بتدربي حكي واكسسوار؟ انت بتعملي اكسسوار كمان؟ ايه شطاره دي، انت فنانه جدا بقى. دي فنانه إيه كبيره بقى ومذيعه زميله. ايوه زميله بنتوخي. زميله ليا يا حور. طيب يا ستي ده انت شاطره. طب وايه كمان؟ بحب الرسم. وبتحب الرسم كمان، ومعاكي حاجات رسميه صح؟ ورينا كده، خلينا نشوف. دي بمناسبه ان احنا هنا النهارده بقى. ايوه طبعا. دي انت لسه رسمها ولا ايه؟ رسمها يعني لما عرفتي ان احنا جايين؟ جميله جدا. الله، ايه ده، ده انت شطوره محترفه بقى. بصوا انا بحب اصلي الرسم بالقلم الرصاص. بصوا حلوه ازاي. الله، جميله قوي يا حور. تحفه يا منتوخي، صح؟ جميلة قوي، وعاملة شادوهات وبتاع. يعني انت اتعلمتي رسم ولا ايه؟ كنت باخد كورس بورترين. خدتي كورسات؟ طب كويس والله، بحب قوي لما ايه ده، دي اموره قوي. بصوا حلوه قوي يا خير فعلا. يعني انت حلوه قوي انك لما لقيتي ان انت موهوبه بحاجه اتعلمتيها بقى كمان على اصلها. برافو عليكي، يعني مش اي حد يعرف يرسم بورتريه كده. برافو. وبرده انا بحب رسم بالوان الميه، ودي بألوان المي. جميلة. شفتي يا بنتوخي حلوة ازاي؟ جميلة قوي. تسلم ايدك يا حور. انا عارفة كمان يا حور. انا شايفة معاكي حاجة كمان. ده ايه بقى اللي معاكي؟ معايا شهادات. شهادات تقدير، ده في ايه بقى؟ واحدة لان انا كنت نائب رئيس الاعلام، نائب رئيس لجنة الاعلام في مؤتمر اطفال المناخ. ايه ده ما شاء الله. اوكي، وايه كمان؟ وايه الشهادات التانية في ايه؟ انا عارفه ان انت باين فخدتي الطالبه المثاليه او حاجه شبه كده. خدت المركز الثاني على مستوى الاداره في مسابقه الطالبه المثاليه. هو ايه مسابقه الطالبه المثاليه دي؟ انا مش عارفه يعني ايه الشروط اللي بيبقوا طالبينها عشان حد يقدم انه يكون طالب مثالي. قولي لي. مثلا بيبقى الدرجات او الشهادات، التفوق الدراسي برضو. طب التفوق الدراسي ايه بقى غير التفوق الدراسي؟ مثلا لو معايا شهادات في اكتر من حاجه، مواهب. وانت ما شاء الله موهوبه.
واضح كده ان انت كمان متفوقه في الدراسه. كل اللي قلتيه ده ينطبق عليا، يعني المفروض ابقى انا التلميذ المثالي يا ماما سلمى. طبعا بنتك الطالب المثالي في حياتي. ايه يا ماما سلمى في ايه؟ في حياتي. حبيبي يا بنت اخي والله. انت طلعت الطالب المثالي قبل كده ودخلت المسابقه ولا دي؟ ولا مره. طب ده يبقى ادخل المسابقه بقى. ما انا هجتهد بقى عشان ابقى زي حور كده واخد الطالب المثالي. ايوه صح شطور. ودول شهادتين للتميز في انشطه الاذاعه المدرسيه. الاذاعه اكيد طبعا انت متميزه في الاذاعه المدرسيه اكيد بكل الحاجات الحلوه اللي قلتيها دي. حلوه قوي يا حور. نروح لنور. صباح الفل. صباح النور. عامله ايه يا نور؟ الحمد لله. قولي لي عندك كام سنه؟ 12 سنه. بتحبي تعملي ايه بقى يا نور؟ بحب ارسم والون وبحب العب سباحه وجمباز وحاجات كتير. حلو قوي. طب انت بتعملي يعني انت موهوبه في حاجات فنيه وكمان في حاجات رياضيه. طيب حلو جميل. طب قولي لي بقى عايزه تعملي ايه لما تكبري؟ اطلع دكتوره. دكتوره؟ دكتوره ايه؟ اسنان. اشمعنى دكتوره اسنان؟ عشان حبيتها لما رحت عند بنت عمي. بنت عمك دكتوره اسنان يعني؟ اه. ولما رحتي بقى عندها العياده حبيتي موضوع الدكتور اسنان؟ انت رحتي لدكتور اسنان قبل كده اصلا؟ اه. وما خفتيش؟ كنت نايمه عادي. وده نمت. هو الدكاتره بقى يشتغلوا براحتهم. طيب جميل قوي. ومعاكي ايه بقى؟ انا شايفه معاكي حاجه برضو. سكتش فيه حاجات كتير بقى. رسومات ليكي برضو؟ اه. في حاجه جت هنا بتتفتح. ويا سلام. ايه ده؟ والله بشوفها بقى جت. وي لاف ماما سلمى. والله اي لاف يو. بس بص الحركه. هو قلب ها وبيتفتح كده. جميله قوي. جميله قوي يا نور. تحفه تحفه. قلبي تأثر. اه لا 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 قلبك هيتأثر بجد بقى من دي. بنت اخ. قولي كده بقى. حلو ازاي؟ جميل قوي. تسلم ايديكي يا نور. برافو عليكي. هو ده الكلام يا نور. ايوه ده الكلام. اه. اسمك ايه؟ صباح الفل. اسمي اياد محمد. ازيك يا اياد؟ كويس الحمد لله. فك يا اياد من عندك كام سنه؟ عندي 12 سنه. بتحب تعمل ايه يا اياد؟ بلعب كوره. كره قدم؟ حلو قوي. نفسك تعمل ايه لما تكبر؟ نفسي بلعب كره قدم. نفسك تبقى لعيب كره قدم؟ يبقى هو ده شغلك؟ ده انت لازم تتمرن كتير جدا، انت عارف كده، عشان تشتغل حاجه زي كده تتمرن كتير قوي عشان تحترف. بتمرن في المدرسه. ماشي برافو عليك يا اياد. اسمك ايه؟ محمد. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ 12. بتحب تعمل ايه؟ كنت بلعب كوره. قدم برضو؟ اه. انت مع اياد ولا ايه في الفريق؟ طب عايز تعمل ايه بقى لما تكبر؟ برضه العب كوره. برضه العب كوره. انت مع اياد في الفريق؟ لا لا. انا عارفه انا بهزر. يعني انت عايز تطلع لعيب كره قدم. انا شايفه انت لابس زي مين؟ محمد صلاح. زي محمد صلاح. انت لابس تيشرت عليه محمد صلاح اصلا. جميل. اسمك ايه؟ ايتن. ازيك يا ايتن؟ الحمد لله. عندك كام سنه يا حبيبتي؟ عندي 10 سنين. بتحبي تعملي ايه يا ايتن؟ بلعب بتمرن كيك بوكسنج وفي الحزام الاصفر. كيك بوكسنج؟ اه. بجد؟ حلو كيك بوكسنج ده؟ اه. طب والله برافو عليكي. طب وعايزه تعملي ايه لما تكبري؟ عايزه ابقى دكتوره بيطريه. بتحبي الحيوانات ولا ايه؟ اه. طب انت بتربي حيوانات؟ اه. عندك ايه؟ عصفور. عصفورين؟ اه. اساميهم ايه؟ بحر ونهر. بحر وايه؟ ونهر. بحر ونهر. الله يا اساميهم حلوه جدا. حلوة قوي. انتوا كلكم يعني بتقولوا حاجات جميلة وكلكم عندكم مواهب حلوة جدا وشاطرين. وبنتوخي انت كنت بتقول لي ايه دلوقتي؟ انا عندي سؤال يا ماما سلمى. اه ايه يا حبيبي؟ هو حضرتك زرتي البانوراما هنا قبل كده؟ اه. انتوا حد فيكم جه هنا قبل كده يا ولاد؟ اول مرة كلكم؟ عايزة اقول لك بقى وعايزة اقول لكم يا حبايبي ان انا زرت البانوراما هنا وانا اصغر منكم. تخيلوا كنت باجي هنا برضو مع رحلات المدرسة وانا بحب المكان ده جدا على فكره يا بنتوخي. يعني عشان كده بقى لما كبرت قلت لا خلونا نعمل رحله وناخد الاطفال ونتفرج بقى على البانوراما. يعني من تقريبا كده كام سنه يعني يا ماما سلمى؟ انا جيت من كام سنه ولا البانوراما من كام سنه؟ البانوراما. اه. بص يا سيدي، هو المكان ده اتبنى سنه 83 تمام؟ طبعا علشان يخلد ذكرى انتصارات اكتوبر، طبعا تخليد انتصارات اكتوبر، وكمان علشان يوثق بطولات الجيش المصري. 83 يعني بعد 10 سنين بالظبط يا بندخ من حرب اكتوبر طبعا. أيوة. بس افتتح كمان رسميا يوم 5 اكتوبر سنه 89. يعني هو على هذا الوضع منذ سنه 1989. اه. بص هو نفس المكان ونفس كل حاجه، بس اتجدد بقى يا بندخ، اتعمل له بقى تجديدات
جميله جدا 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 سنه 2018. يعني اتعمل له كده زي عمليه ترميم، حطوا بقى حاجات حديثه بقى تكنولوجيا. بالظبط بالظبط، كان في حاجات حديثه فعلا زي ما انت بتقول وتكنولوجيا، واتفتح تاني للناس علشان تقدر تزوره سنه 2019. وفعلا زي ما انت بتقول البانوراما بقى بقت معتمده اكتر على العروض التفاعليه، وبقى فيها بقى تقنيات حديثه كده وتكنولوجيا زي ما انت بتقول. بصوا اولاد، النهارده المكان كبير جدا وجميل ومليان قاعات، وكل قاعه هنشوف فيها حاجه. وانا بصراحه مش عايزه يعني ايه ازود بقى في الرغي، لان انا متشوقه جدا ادخل، واكيد انتوا كمان عايزين تبداوا تتفرجوا. انا متشوق قوي يا ماما سلمى. بندوخي وانتوا كمان. قلبي تاثر جدا. يلا بينا ندخل ونبدا جولتنا النهارده في بانوراما حرب اكتوبر. يلا بينا.